التاسعة تتواصل مع حسام الدين حسين. أهلا بك. أهلا بيك يا حسام. أهلا ريهام. أهلا سحر. ليلة سعيدة عليك وعليك إن شاء الله وعلى مشاهدينك، وأكيد عندك كثير من الموضوعات هنتركك تتكلم فيها مع مشاهدينك. بالتوفيق طبعًا يا حسام. طبعا بشكرك وبشكر كل فريق التاسعة كالعادة. طبعا النهاردة عندنا الحقيقة يمكن مواضيع مهمة بتخص الأسرة المصرية على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد أيضا الصحي. يمكن على الصعيد الاجتماعي هيكون على معاد مع فقرة شوية قد يكون فيها قدر من الجدل. طبعا سمعنا عن تعديل قانون الأحوال الشخصية اللي بيتم الآن أيضا دراسته داخل البرلمان، وأحد تلك البنود اللي تم الإشارة إليها مؤخرا هو فكرة الحبس للزوج حين الزواج مرة ثانية بدون علم الزوجة الأولى. وطبعا الموضوع فيه جدال من الناحية الدينية، من الناحية القانونية، وأيضا في تباين في الآراء وسط الناس. وانت هتجيب طبعا كل النواحي دي معاك إن شاء الله في فقرة خاصة، أعتقد أن دي فقرة هيبقى ليها نسبة مشاهدة عالية لأن الموضوع مهم جدا. بالتأكيد طبعا، وكمان في تشابكات كتير هنحاول نحلها ونقرب وجهات النظر بقدر الإمكان. نتركك لمشاهديك ومشاهدة ممتعة لهم إن شاء الله. بشكركم شكر جزيل، وشكر موصول لكل فريق التاسعة.